يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة ثانية. قبل ما نبدأ كلكم اشتركوا في القناة واكيد فعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل مقطع جديد انزله. فكرة المقطع اليوم ما هي بجديدة، ان ننط من فوق، لكن هذه المرة احنا ملصقين اللساق. ما ادري هل هذا الشطرطون حيشيلنا ولا لا. اخر مرة يوم لصقنا اللساق شالني. هو شالني. انا اللي حنط واحمد اكيد برضه حينط. حنط من فوق، نحاول ننط هنا بالنص. ان شاء الله تمر سالفة على خير. كلكم انزلوا اضغطوا لايكات عشان تشوفوا عندنا فكرة. السيارة دي نفكر ننزل السيارة دي تحت المسبح، نجربها في المسبح، فادعموا المقطع هذا بلايك عشان نسوي هذه الفكرة. اوكي احمد، اتوقع جاء الوقت ان نروح ننط. يلا ليتس جو. خربت. اوكي يلا وصلنا هنا. طبعا ماني بخايف اني انط لاني متعود ان نطينا كم مرة. احمد الهواء جدا قوي يا جماعة، قبل ما نط اضغطوا لايك. انا حنط والله يا الله يستر ايش حيسوي فيني ذي لسه. بس لاحظت شيء يا احمد، ليش دائما انا اول واحد انط؟ اوكي جاهز يا احمد؟ ريدي. 1 2 1. ما ادري الخوف رجع والله صدق. يلا الحين يا علي، هذه هي اللحظة. موسيقى حماسية والله. يا احمد احس ما حوصل. ما ادري ليش احس اني ما حوصل. اطلع اطلع اطلع، ما تخوفنيش. تمام كويس، لكن صراحه ما يتسهل. دورك يا حبيب دورك، اصبر بس انا اجي اصور. جاهز عشان تنط؟ بس على فكره والله توجع. شوف يدي، انا شوف يدي ايش صار له الحمار، فانتبه. خلينا نشوف ايش بيصير لك. اوكي يلا يا احمد جاهزين؟ انت جاهز؟ حاول يجي هنا، حاول تجي هنا. 1 2 ابوي انا 1 2 اطلع يا ابي يا بطيس. كيف الإحساس؟ سهلة ولا توجع ولا ما توجع؟ توجع مقطع حساسة. هاي المهم أنت كويس. بس لبس. طيب يا جماعة، في حركة باله حاطها الحين، إذا ضغطوا لايك بيسويها. 1 2 3 اضغطوا الحين. حلو. الحين جو الصبح بدري، احنا صاحيين عادي نسوي لكم مقاطع يا جماعة، ما نستاهل لايكات. توصلوها عدد لايكات كثيرة في هذا المقطع، هذا الشيء بتلاقوه هنا أو تحت الموية. تشقلب، بتعلم الناس كيف يتشقلبون. يلا لا درس كيف تتشقلب. شالك، شوف كيف شالك، والله شالك. ايش رايك الحين؟ صار زي السرير. العدسة تبللت. فراس علي. كان عندنا تحدي لأحمد، التحدي كالتالي، إنه يتشقلب ويجي في الفرشة الصفرة دي. يلا لا عاد كأنا بمسكها وخلاص. لو تقدر تسويها بسرعة. يلا مرة ثانية الحين. أوه والله كنت عارف إن هذا الشيء بيصير. فقعناها. أنا بضرب. من وين؟ ما قال. تم تفجيرها بنجاح، اهم شيء جت. شوف بجيبها في راس احمد. قريبه. اوكي يا جماعه الجو مره برد، لازم اغير انا عشان ما امرض. طيب يا جماعه خلينا نشوفكم بعد 2000 سنه. يلا سلام. 2000 years later. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة وصلنا الملعب، خليني افهمكم السالفة كلها. طيب يا اخوان، اليوم حتبدأ او مو باليوم، امس بدأت بطولة الاندية هنا في مدينة توزر، ينافسون فيها اندية كثير عشان ياخذون الكاس.
السنة اللي فاتت حارتنا شاركوا في هذه البطولة طبعاً وطلعوا للأسف من الدور الأول، وما كان دور الأول، هو كان السنة اللي فاتت لعبوا ربع نهائي على طول المجموعات، إذا تتأهل على طول تلعب نصف نهائي بعدين النهائي، بس هذه المرة هتلعب دور 16 بعدين دور الثمانية بعدين النص بعدين النهائي. على العموم طبعاً أنا قد صورت مباريات السنة اللي فاتت، طبعاً حارتنا أول مباراة خسر 1-0 بعدين فزنا 7-1 بعدين تعادلنا 0-0 بس النتيجة ما كانت تكفينا فتأهل فريق واحد من المجموعة كان يتأهل منها فريق واحد بس. على العموم إن شاء الله حارتنا هذه السنة مو بيتأهل بس حياخذ الكاس، أنا عندي إحساس إن حياخذ الكاس، وإن شاء الله حوفق كل هذه المباريات صوت وصورة في قناتي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لهم، حين دخلنا الملعب اليوم أول مباراة تعتبر أصعب مباراة لهم، فإن شاء الله بالتوفيق لهم. طبعا إحنا نبغى نسألك ليش عن بنك؟ والله اختيارات مدرب. اوكي خلاص الحين بتبدا المباراه، تخلصوا تسخين الحين حتبدا المباراه. اوكي يلا ان شاء الله بالتوفيق، الله معاهم الشباب. طبعا يا جماعه شوفوا ما شاء الله الجمهور يعتبر كثير كل هذا الحضور. طبعا ححط لكم بس الفرص والاهداف، يعني ابرز الفرص وابرز الاهداف. بالتوفيق يلا حبيبي ان شاء الله. اوكي يا جماعه طبعا طلبوا مني مو بس اصور، طلبوا مني اكون الفار، فحكون الفار. بدت المباراه. الله 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 على طول فرصة يا ساتر. اوه يلا ولع ولعوها يلا ان شاء الله هذه ان شاء الله هذه هدف يلا. قريبة ركنية للشباب يلا. اطلع لحد الآن ما في فرص حقيقية للجهتين. الله يستر الكرة هذه. كويس طلعت برا. إن شاء الله سلامات سلامات. الشوط الأول قرب يخلص للحين 0-0. اوكي خلص الشوط الاول 0-0. اوكي الفريقين نفس المستوى تقريبا، بدايه المباراه كانوا عيال حاره احسن، بعدين في اخر المباراه الفريق الثاني سيطر شوي، لكن المستوى متقارب جدا والنتيجه معتدله 0-0. ان شاء الله الشوط الثاني. الشوط الثاني حيدخل احمد. تعليمات عادي. سخن سخن يا احمد سخن، ابغاك تولع ابغاك تحرق نفسك. ولعها الشوط الثاني. اوه عزيز عزيز يلا الله بالتوفيق يا ابوي. ايش صورة ايش ها مقطع 200 الف واحد اشوفك ولا 300 الف الله اعلم كم 400 الف يعني احسن من صورة. اوكي بسم الله حيبدا الشوط الثاني الحين. يلا يا شباب هدف واحد يكفي، لان هذه المباراة هي اهم مباراة، لانه هذا الفريق ابيض، الفريق الابيض يعتبر هو اقوى فريق في المجموعة، فاذا فزنا في الارجح هنتأهل. بدا الشوط الثاني بسم الله بسم الله. هي يلا هي برافو يا هيثم برافو يا شباب. والله المشكلة نقعد نضيع في الآخر ممكن يجيها علينا هدف. يا الله فرص ورا فرص. روح روح يا شحمة روح فرنتي مار مار مار. اوكي يا جماعة الحكم جاء طلب بالفار، استعملوا الكاميرا عشان الفار طبعا في الاخر ما يبلد. بسم الله بسم الله يلا. اوه احمد حيدخل يلا يا احمد. خلاص الحين احمد بيدخل. توفيق يلا. يا ريتني صورت اللقطة، احمد دخل في الحكام طيحهم. يا ريت نصورها. جمهور تفاعل طبعا. للحين المباراة يا جماعة 0-0 والمباراة مولع مولع مولع. يلا احمد اطلع هاي
والله يلا ما عاد وقت. 0-0 بصراحه نستاهل الفوز يا اخي، ما نستاهل 0-0. روح يلا يلا واحده هيا هيا يلا اضغط اضغط روح 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 هيا 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 يلا 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 لسه 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 روح معاك روح يا احمد هدف هدف حلوه حلوه كمل يا الله ضاعت يا شيخ ولع الجمهور ضغط رهيب 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 العيال حارة يلا يا شباب ارفعها شوت يا بقارة مش ممكن مش ممكن لا 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 فراد من الحارس يا جماعة هذه آخر كورة هذه آخر فرصة آخر فرصة وتنتهي المباراة آخر فرصة وتنتهي ارفع ارفع يا أحمد بدي 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 لا تلعبها بسرعة لا لا وقف آخر كورة شباب آخر كورة يا رب يا رب آخر كورة آخر كورة يلا جنون يلا هي شوت 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 انتهت 0-0 للأسف إن هذه آخر كورة كان المفروض هدف 0-0 يلا أداء كويس بس كنا نستاهل نفوز حلو شباب حلو 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 صح ايه منافس منافس بس روح رياضية توفيق حلو يعطيك الصحة حلو ماتش حلو ايه اوكي شباب انتهت المباراة يلا خلينا نرجع 0-0 يلا انتهت المباراة يلا السلام عليكم